يحضرني فيديو مهم جدا. كابتن رضا عبد العال، احنا بنتكلم على ذات اللاعب كهربا كان في نادي الزمالك، كهربا من ناشئين النادي الاهلي، قضى فتره طويله في ناشئين الاهلي، راح انبي، سافر بره، رجع جه الزمالك، جه النادي الاهلي بعد البرتغال. هنا كهربا كان له وقائع كتيره في نادي الزمالك، كان اعتدنا وقتها انه تحصل المشكله يحصل تسريب يحصل نفي وبعد يومين يكتشف انه اللي اتقال اتسرب كان حقيقه. كل ده لا يعني الاهلي في شيء، احنا بالعكس نتمنى ان لعيبه كل الانديه تكون على وفاق مع ادارتها وتكون على القدر الكافي من الانضباط. حدش ابدا هم قدوه، حدش ابدا لا بيشجع ولا بيساعد ولا بيقبل انه اللعيبه تخرج على النص ايا كان في اي نادي. استاذ ابراهيم قدوه، يعني لازم يعرف ان تصرفه ده بيأثر على سلوك الاطفال في البيوت. صحيح، لكن هو المهندس عدلي اشار لحاجه، وهو اذا كنت اعتدت على هذا التصرف في مناخ الموقف هنا مختلف، وده اللي قاله كابتن رضا عبد العال امبارح نفكركم بيه. انت كنت بتخرج تدف على الجهاز الفني وتشتم الجماهير وتقلع الفانيلا والكلام ده وتضرب الثلاجه وتيجي الماتش اللي بعديه تلعب اساسي. النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده، النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده، النادي الاهلي ما بيحصلش فيه الكلام ده. يعني طبعا احنا واحنا بنسرد ده مش قصدنا ان احنا نضغط ولا نتك بقى على الكابتن كهربا، لكن احنا بنقول كيف يرى حتى الناس اللي هم احيانا يعبروا عن مشاعرهم السلبيه تجاه الاهلي، ولكنه ساعات في مواجهه الحقيقه بيعترفوا بيها. النادي الاهلي ما ينفعش فيه الكلام ده. احنا كل المقصود دلوقتي ان احنا نخف نرفع ايدنا عن الواقعه، خلاص خطا قابلوا عقوبه، قبلت العقوبه، دعنا نترقب ما هو آتي ونتمنى أن كل شيء يبقى تمام ونقدر نستفيد من موهبة لاعب موهوب إذا أراد. إذا أراد وإذا قررت لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني مستقبل اللاعب مع النادي، لكن حقيقة الأمر الخطأ الكبير الذي حدث تمت مواجهته بعقوبة هي الأعلى في تاريخ النادي وتاريخ لاعب الكرة عامة، أن يغرم لاعب بمليون جنيه قيمة عقد تقريبا في أندية كتيرة جدا في السنة.